الحليب ومشتقاته من الألبان والزبد والسمن من المواد الغذائية التي اعتمد عليها الإنسان منذ أن دجن الحيوانات واستعان بها، فهو الغذاء الرئيسي للبدو في صحاريهم وللقرويين في قراهم وللمتمدنين في حواضرهم. والأغنام والأبقار والجمال هي مصدر الحليب، والعماني في كافة مناطق بلاده يعتمد عليها منذ القدم في الحصول على هذه المادة الغذائية الغنية والهامة. لذلك نجد أن عنايته بهذه الحيوانات الأليفة يعتبر أمراً هاماً وأساسياً، يقدم لها كل ما تحتاج من غذاء ورعاية، يلاطفها، يحن عليها كحنوه وملاطفته لأطفاله وأفراد أسرته. ومع بزوغ الشمس تستعد هذه البدوية لحلب بقرتها، تهدئها، تلاطفها، وما أن تطمئن البقرة حتى تبدأ بحلبها الضرع تلو الآخر بكل مهارة وهدوء حتى يمتلئ الإناء بالحليب. 5 مرات تكرر الحلب كل يوم، وفي كل مرة تحمد الله وتشكره على ما جاد به من خير ورزق طيب. يشرب أفراد الأسرة من هذا الحليب، وما يتبقى منه تقوم ربة البيت بعمل روب، وذلك بإضافة كمية قليلة من حليب الأمس بقدر فنجان إلى حليب اليوم. يترك الحليب في إناء مغطى مدة 24 ساعة حتى يروب. يوضع الروب بالسعن الجلدي أو ما يسمى بسقام أو يهاب، تضاف إليه كمية من الماء، وإضافة الماء هنا من أجل تسهيل خفض السعن جيدا وبالتالي استخراج الزبدة من الروب. وما أن تنتهي من وضع الروب والماء داخل السعن الجلدي حتى تقوم بنفخه، وذلك لكي لا يبقى السعن منكمشا، ونفخ السعن يؤدي إلى سهولة الخض. تربط فوهة السعن أو السقام وتحكم الربط، تقوم بتعليق السعن على ركابة للخض، وهنا تستخدم البدوية شجرة لهذه الغاية، ومن خلال حبال تتدلى من الشجرة تربط أطراف السعن. تهيئ نفسها، تجلس، ثم تبدأ بخض السعن، تدفع به إلى الأمام تارة وتجذبه إلى الخلف تارة أخرى، وتظل على هذه الحال نحو ساعة من الزمان. يتخلل خض السعن ترديد بعض الأهازيج لتروح عن نفسها، وكلمات أهازيجها تحمل الرجاء والدعاء إلى الله جلت قدرته أن يبارك لها ما أعطاها وأن يمنحها الخير العميم. تتوقف عن الخض، تفتح فوهة السعن، تضيف قليلا من الماء ليسهل عليها الخض، تغلق فوهة السعن وتعاود الخض مرة أخرى لكي تلتئم الزبدة. وكلما كان خض السعن بطيئا كلما ساعد ذلك على زيادة كمية الزبدة المستخرجة من الروب. وهذه البدوية تحرص على استخدام السعن الجلدي أي يهاب أو السقام في ترويب الحليب واستخراج الزبدة بدلاً من السقام المعدني الذي تقول عنه إنه بالرغم
من سهولة استخدامه لأنه لا يعطي كمية من الزبدة مثل السعن أو السجام الجلدي. وبعد مرور فترة من الزمن من مواصلة الخض، تعاود تفحص محتويات السعن من الروب، فإذا ظهرت الزبدة فيعني ذلك التوقف عن الخض. والتحقق من ذلك يأتي نتيجة الخبرة الطويلة في هذا المجال، وهنا تلاحظ أن الزبدة تم تكوينها. عندها تقوم بصب الخليط الجديد الذي تحول من روب إلى مخيط، وهو اللبن الخفيف المحتوي على الزبدة في وعاء. تغسل يديها ثم تبدأ بجمع الزبدة من المخيط، واللبن المخيط المستخرج يصبح جاهزاً إما للشرب أو للطبخ في بعض أنواع الأطعمة. وبعاطفة الأم الحنون، تطعم الأم أبنائها من الخيرات التي جاد الله بها عليها. ولعمل السمن من الزبدة تقوم بتحميص اليانسون أو ما يسمى بالسنوت، وما أن يتحمص بفعل الحرارة حتى تقوم بوضع زبدة الأبقار في إناء فوق النار حتى تغلي جيدا. أثناء ذلك يدق اليانسون أو السنوت جيدا، ثم تقوم بوضع طحين على الزبدة المغلية وتضع السنوت عليها ويترك حتى تغلي على النار مرة أخرى. واليانسون أو السنوت يضفي نكهة طيبة على السمنة، أما في زبدة الأغنام فإنه تضاف إليها أعشاب وبذورات أو ما تسمى بحوائج السمنة لإكسابها اللون الأصفر والنكهة الطيبة. وما أن تغلي الزبدة في الإناء حتى تصبح سمنة ذات رائحة طيبة فواحة. تترك حتى تبرد، ثم تصب في إناء صغير ليبقى السمن محتفظا بطعمه ونكهته. إن صناعة الألبان، وبالرغم من التطور الذي شهدته، إلا أن الطريقة التي توارثها الأحفاد عن الآباء والأجداد باقية ومستمرة. نشاهدها في مضارب البدو وفي القرى والأرياف، فهي تعني لهم الاعتزاز والحياة. فبوركت الأيدي الطيبة المعطاء.